الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاوش الإشارة للبشارة لأهل الأرض أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرورة القمرية والطلعة المحمدية. وأخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام.
صلوات الله عليك.
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وصلاة الله ما شاء أشرف Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك.